ومناسبة قلن تبنت دفعة كوباد كقلن تبسا قيبة حفتك قرآن كريمك مراكز الإخلاص مقال دار قيسا مناسبة لغو تنعينها يحفادا لميسة قرآن كريمك يشن يطمن أرديو لميسة أخرز كيهيقا دا قرآن كعربيك مناسبة دانيسة سارن أيا وحالو قبتي هولك دوكسيك ورن عد مقال دار قيسا مناسبة دانوسي مقام كيدو هادو سريسو لوسو أغاسمي إسلام مركانا لغسو عسومي مرت الشرف آدو قيمة بدن كواسو يسوكو جرى علماء الدين والدين عقال وحقرد يارديدا كالدواني وحكبرتا مراكز الإخلاص أيا وغورين با وحا مناسبة داني فرو إسلام مركانا كالدي مامولك قود إي مراكز الإخلاص أستاذ خالد إسماعيل عرتن وحانو كور بحي آساس كي وليبا مراحشي كالدوانا ايو سومري مراكز الإخلاص يدف عدن كوبادي مانتا رميسة حفتي قرآن كريم كام وحان هذا الذي سكم ذاها وحانو مانتا جوغنا قلين تبينتا أرضي ذا مركا وحويا رميسة قرآن كا ايكو حفتي يبا ومركا وحويا يكوى كقلن شبيي قيبتي مركا وحويا هقادة يكوى مركا وحويا قرد ميي وكوكو ليستي قرآن كي آيين حفلة دي جوغنا مركز كوحينا أساسني وحويا إنبادن هروا وسوچري لكن وقتي كانوان بلاباي آنمي وحي تاريخ دو حي لابد يكون يسغالي طبانكي بيشي طبنات آيين مركا وحويا بلوني دفعات كوبات يا مركا وحويا كقلن شبيني سمانتا وحويان ان صدحي صدن ارضي ايا مركا حوي قارن قران كاي دميين قارن مركا حويان اي كو قادنيان شهادو ان نغاد يي دميين قار كار اي كو قادنيان ان مركا حويان ايغونا حفتيين 15 يا كو حفتي مركا حوي 15 ان سداس اوغيت مركزكو وحيابها مركا حوي او قاتو اما مركا حويان لوغو ديبتو وخا كاميدا قران كا يا مركا حويان ان وحيابي مركا سو راع جري انواع التربيه ده يا نوعيه اللي بتكاها ان مركا سو خو كوبن يهاو كلي قيبه كلو مركا حويان مارتي كلب كل دوان قيبت ددك واوي يا قيبته مركا حويان دد خير ير كيجيغا يا وحيابا لميدكا ان مركزكو وحو مركا حويان كو هولن يحي انو مركا حوي سو سارو دد قراءه او قران كا اخريا او كتاب كا الهي حنباره يا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم قار كم دار ديدي مادة كقلن تبسي قيبتا حفتي قرآن كريم كمراكز الإخلاص اي مناسبة داتني لوقبتي ايار ديدي كلدوان مراكز الإخلاص كبرتا حفتي قرآن كريم كتربي رينتا أولادا ايا يقونا بندق علميليد ايادو كلدوان كسو بندقين انتي مدشو سعوتي وحان ايار ديدو هايين اردي اقوني كرتي لسوق قدي اسلام مركانا قراد كود الدين الكرلو سوقاضي في ساحة للعلم كنا نلتقي والحكم والإخلاص ساعد قلوبنا نقضي إلى نور اليقين ونرتقي قنب الفلاح وتاجنا أخلاقنا لسعى إلى قلب العلوم بوفهمها حتى تضيء لشمسها والراحنا للدين والدنيا جمعنا أبقنا كي لا يضل عن الحضارة كمنا ومعلمات كم أضرنا مشاعرا للعلم والإخلاص فيهما بيننا كبالعقوب شرعنا أبوها هنا مهد تجرب الفكر كي يرقى بنا إلى لأقوم سميت آخر دال يهدو أنفعي سرسيدات أبتهم بألباب كتعلين تآيات كقرآن كايا أهري يهدو المبين ومركو أبابي أركان الإسلام كإحسان كإيمان كأخلاق دوانا سنكسو أنبقى لهدو تأباب
beegsanayo horaanu marne hurdada waan ka saa idnay waa hore hubal waan ka hel nay kaalma hore hamogane hore u soo gaadh hamogane hore u soo gaadh maamule u qalma mas-uulkaayo maamule u qalma mas-uulkaayo habaqan iyo male haatan iska tag hagaatiyahow lahoo idiloo ikhlaas bay ku hoortay heegaadwiye ikhlaas bay ku hoortay heegaadwiye qaar ka mida mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee isugu jiray culimaawdiin cuqaal waxgarad waalidiin ayaa iyaguna kelmado aad u qiimo badan madasha ka soo jeediyey waxaana dardaaran ay u soo jeediyeen xufaadda dhammaysatay kalaamka ilaahay iyo waalidiintooda kala duwan ee ku soo dhabar adeegay siday ubadkooga jaaliga uga saari lahaayeen isla markaana ay u bari lahaayeen xiftiga qur-aanka kariimka ee culuumta shareecada islaamka waxaana hadalladooda ka mid ahaa ina taas turan iyo ina taqaawan midina adhaxday ka jabtay midina karba isku qaaday waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta garab iska dhigtay ee iskaashaday ee runtii soo saaray dadka yaryar quruxda badan ee aad ku dhadoogsanayso ee dareenkaagu isbedelayo aad baan ugu faraxsanaytaa waxaan leeyahay dheef baa la yidhi halkaad joogtaa dheefay waxay tiri dhib baan ka yara dambeeyaa dhib dadka haddaan loo dhibaatoon oon loo gaajoon oon loo haraadin dee awlaaddaas iskama soo baxaysa walaalayaal iskama soo baxayaan dadka quruxda iyo qiimuhu ay ka muuqdaan waxaa soo bixi lahaa dadkaa surwaalka dabada ka tuuraya qaawan dadkaa laabahooda qaawanaya ee dariiqyada marayaas yaa soo bixi lahaa aniga oo ku hadlaya afka waalidiinta waxaan leeyahay macallimiin waan idin garab taagannahay hadh iyo habeenba waan idinla soconnaa xaaladiinna waan ognahay waan dadaalaynaa wixii dib nooga dhacayna ilaahay baan ma garanaysaa way diisanaynaa halkaana dadaalka ka sii wada aad iyo aadna waan idinku mahadcelinaa haddaa macallimiinta tihiin waa run macallimiintu ardaydeennay hayaan howlahoodii oo dhan ardaydeennay u hayaan inaynu ka warhayno aad iyo aadba aynu ugu baahan yihiin way noo baahan yihiin waxaan u sheegayaa waalidiinta qof kasta oo ma garanaysaa halkii aad wax muxsiniina ku bixin lahayd inaad madaariska ku bixiso ubadka ilaalintooda maskaxeed iyo ilaalintooda jireed labaduba waa shay aad iyo aad u qaali ah markaynu nidhaahno ilaalin jireed aad bayn ugu dadaalaa ubadka waxay cunayaan waxay xidhanayaan iyo halkay seexanayaanba iyo caafimaadkoodiiba ta kale iyaduna in aad iyo aad loogu dadaalaa muhiimka ahi waxa weeyaan ubadka in aad loogala dadaalo xagga maskaxda oo maskaxda loogu rido qur-aan oo maskaxda loogu rido akhlaaq oo maskaxda loogu rido axaadiis oo maskaxda loogu rido waalid jacayl iyo ixtiraam oo maskaxda loogu rido habdhaqanka toosan ee ardayga ama qofka islaamkaaba guniya gunaanadkii munaasibadda markii la soo gaadhay waxaa shahaadooyin iyo hadyado aad u qiimo badan lagu maamuusay 13 xufaad ee dhammaystay qur-aanka kariimka kuwaasoo muddo u soo sabrayay sidii ay u dhammaysan lahaayeen isla markaana maskaxdooda ay ugu qaban lahaayeen 414 suuradood ee qur-aanka kariimka sidoo kale madasha waxaa lagu abaalmariyay 12 arday kuwaasoo 15 jis ee qur-aanka kariimka iyo 10 jis iyaguna shahaadooyin ifaada ah la siiyey islamarkaana lagu dhiirigeliyey sidii iyaguna u dhammaysan lahaayeen qur-aanka kariimka 15 arday oo da'yar ah ayaa iyaguna soo dhammaystay akhriska higaada luqadda carabiga kuwaasoo dhowaan loo bilaabay barashada xifdiga qur-aanka kariimka haddaba sidoo kale ardayda kala duwan ee wax ka barata
مراكز الإخلاص إيه والدين تودا أيا يقونا هدي دا آذو قيمة بضان كو ماموسي مامول كودا يمعلمين تاوحكا دكتا مراكز الإخلاص إيه چاليكا كسو ساري أردي داني سيدوك لمامول كمراكز الإخلاص أيا يساقونا شهادوين إيه هدي دا آذو قيمة بضان إسنسيي والدين تيسيدا هاقر لآن تاوغسو شقيس لمر كان سو قربي استاقي هدابا مدرشان ايا كسو قبا قبودي فرحات ايا قول داير براتي قرآن كريم كي يرديرا قلين لو سميي وهيب سريان ورباين تنولوش اسلام كان هرقيسا